ايوه ايوه مين؟ مساء الخير. مساء النور. هو انت كنت بتدوري على حاجه؟ اصلي سمعتك بتكلمي مدام فريده انك بتدوري على حاجه. ايوه فعلا حصل. طب اتفضل اتفضلي اتكلم. اقعد. بصي يا ستي، الاول كده اعرفك بنفسي بقى. انا اسمي دكتوره نجاة، دكتوره نفسيه. دكتورة مجانين يعني؟ كلنا مجانين. عندك حق، احنا لو مش مجانين كنا. هو انت بتدرسي ايه؟ تجارة ومنين بقى؟ من مصر. كلنا من مصر. منين من مصر؟ من اسكندرية. كويس اوي. طب تحبي اعملك حاجه تشربيها؟ لا شكرا، اصل زميلتي مستنيه في الأوضة. طب انت مالك متوتره كده ليه؟ متخليها تيجي تقعد معانا؟ لا انا نسيت حاجة مهمة بس اعملها. طب يعني ما تكلمنيش. هو انت هنا وانا قاعده قلقانه في الاوضه من اللي بيحصل؟ انت مش قلت هنتقابل هنا؟ ايوه. في ايه؟ في ايه؟ ايه لقيتي حاجه؟ لا ما لقيتش. هي مين اللي جت؟ مدام فريده، كنت سامعاها بتقول لام شهاب بتطلع تشوف شاري عشان موبايلها كان مقفول، خفت تكون شافتك قلت ارن عليك. يا ستي ولا شافتني ولا حاجه. طب ايه؟ لقيت الخزنه ولا الفلوس ولا الذهب ولا اي حاجه؟ ما لقيتش حاجه خالص. نعم. والله ما لقيتش حاجه. فيلا طويله عريضه زي دي ما فيهاش حاجه ازاي يعني؟ بصوا، هي في اوضه كده غريبه مليانه انتيكات وحاجات قديمه كده. والفلوس والذهب؟ لا يلا بينا احنا، وانتي بشوفي حل تاني. يا اختي اصبري، مستعجله على ايه؟ اصبري انتي وهي. ايه ده؟ بصوا، هي في اوضتين تمام؟ اوضه بتاعت فريده دي انا متاكده ان هي فيها الذهب، ماشي؟ تاني اوضه بقى ودي الاخيره. الاوضه دي انا متاكده ان هي فيها خزنه، حاجه مستخبيه كده، وانا هفضل وراها لغايه ما اجيبها. بصوا يلا يلا ناموا 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 انتوا الاثنين، وسيبوني انا هفكر انا هعمل ايه. ناموا بقى. ما ضربوك ولا ايه؟ لا يا باشا، اصل انا وقع عليا اتوبيس، قصدي وقعت من الاتوبيس. وهي وقعت الاتوبيس تعمل في خليتك كده؟ طب هنعمل ايه يا باشا دلوقتي؟ يا باشا انا داخل الفيلا دي النهارده، بس يا رب بقى افتكر الشهادة. شهادة؟ انا ما كنتش واثق فيك من الاول. يا باشا اديني اخر فرصة، انا نفسي اخدم وطن. لا لا لا، امشي حمادة امشي. حسين بيه؟ اديله فرصة تانية، خليه يروح النهاردة. يا باشا دي اخر فرصة، بس اخر فرصة. المرة دي لازم تبقي معايا يا شوشو، مش هينفع ما تجيش. فيفو فيفو شريهان دليل فيفو.
مروان. مين؟ صدقني يا عمي، صدقني انا كل شويه اشوفه بيكلم عفاريت، انا خايف لا يكون اتلبس. اتلبس يا ابني؟ فلا الله ولا فالك. انت متاكد بالكلام ده؟ باين كده يا ريحان. بص بقى يا عمي، احنا لازم نوديه لشيخ. انا بقول لك بشوفه كل شويه بعيني دي يكلم عفاريت وعفاريت تكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوه الا بالله. ما تقلقش يا ريحان، انا اعرف شيخ بيطلع الحاجات دي كويس قوي. ايوه، حتى ابوك السعيد انت عارف ده ابني الوحيد، وامه لو عرفت كده في البلد عليها يطير. اكيد الموضوع بسيط، تلاقيه رمى ميه سخنه في الحمام ولا حاجه. شت. بص يا عمي، المهم ان هو يقتنع، لاحسن هو اصلا مش معترف بالموضوع اساسا. مش معترف ايه؟ هو ملبوس رسمي، احنا نوديه غصب عنه ان شاء الله حتى نقتله، المهم نخرج العفريته منه. قول لي يا عموره، يا العفريته دي حلو مش حلو؟ شكل الفيلا ما فيهاش فلوس ولا ذهب. نعم يا اختي، الفيلا ما فيهاش فلوس. انت هبله يا بنت ولا ايه؟ يا جماعه اصبروا بس، اكيد فيها، انا لسه بدور. انا بفكر نقلب البنات الموجوده وخلاص. اسكتي انت، هناخد منهم ايه؟ دول غلابه. وبعدين انت كنت عايزه 5000 جنيه، دلوقتي مش عايزه اكتر من 20000 جنيه عشان جوازك وجهازك. والله استنى بس، اكيد هنلاقي فيها اكتر من كده بكتير. انت شفت حاجه يا بنت صابرين؟ لا بس بص، انا شفت كده اوضه فيها حاجات قديمه كتير قوي. حلو قوي، هتلاقيها اثار. بقول لكم ايه، ليمون عليها وانا عندي اللي يصرفها. شرابوا البرتقال. خير؟ احنا لقينا بنتك زهر. بجد؟ فين؟ يلا نروح لها. للاسف لقيناها جثه في النيل. انت متاكد ان هي زهر؟ تعالى معايا عشان تتعرف عليها. هاي مداد، هاي هاي يا هادي يا هادي. انت روح البنت مش هتسيبك، وهتفضل معاك، هتفضل معاك لانها محبوسة وعايزة اللي يحررها. يحررها ايه يا سيدنا الشيخ؟ دي انتحرت. بص يا ابني، الروح لما بتموت مقتولة، مشنوقة، مخنوقة، بتفضل متعلقة بين السماء والأرض، وبتحوم حوالين الناس اللي بتحبهم، ولما بتكون روح شريرة بتحاول تأذي اللي قتلها. بقول لكم يا جماعة، يلا بينا، أنا مش ناقص كلام تخريف بقى، يلا. ما تهدى بقى يا مروان، اهدى بقى يا أخي. شفت؟ حضرة يا سيدنا الشيخ، يلا شوف شغلك بسرعة بقى. اهدى، اهدى يا مروان، البنت مش هتسيبك، روحها مش هتسيبك، وهتفضل معاك، وإحنا هنحاول نعرف هي عايزة منك إيه بالظبط. هي بصراحة عم الشيخ كانت بتحبه. بتحبه؟ يبقى مش هتأذيك. مش هتأذيك. هاي ايه ده؟ انت هتحضرها ولا ايه؟ لو اللي بيسألنا الشيخ بلاش تحضرها. لا هاي صبري صبري، يا
يخرب بيتك، انت اللي جابك هنا يالا؟ مصلحه كبيره قوي. هو انت ساكنه هنا؟ ايوه. ليه؟ اوعى تكون جاي تقلب الفيلا دي ولا حاجه. بقول لك ايه، ما ينفعش خالص، دي مليانه كاميرات في كل مكان، وبعدين ايه كل اللي فيها عيال مقشفره كده وما عندهمش اي حاجه. الموضوع مش كده خالص. امال ايه؟ تعالي معايا بس وانا افهمك. اجي فين؟ انت بتكلم مين؟ استني بس باشا، انا لقيت لك اللي يعمل لك كل اللي انت عايزه وانت مطمن على الاخر. ماشي يا باشا، انا جاي لك. مع السلامه. انا كنت شاكه في الفيلا دي، اكيد صاحبه الفيلا وراها حكايه. ولا هما بقى عايزين يزرعوا كاميرا في الفيلا علشان كده؟ خلي بالك او البيت هيدفع كتير بالنص. طب والظابط هنعمل معاه ايه؟ تشغليش بالك، انا اتفقت مع ابو البيت على 5000 جنيه، انت 2 وانا 3. ايه؟ انت 3 وانا 2؟ لا يا اخويا، النص بالنص، 50-50. يا بنتي خلي عندك دم، مش انا اللي جايب المصلحه؟ وبعدين انت لسه هتقلبي الفيلا وانا مش عارفك. ماليش دعوه برضه، 50-50. ماشي ماشي، المهم هفهمك تعملي ايه بالظبط. مساء الخير يا أنس شيرين. مساء النور. حضرتك النهارده اليوم العالمي للورد، واحنا في المحل اللي جنب النادي قررنا نوزع ورد على كل البنات الحلوة. اليوم العالمي للورد؟ ايوه يا فندم، اتفضلي. حضرتك ما تعرفيش ده ليه؟ ده تاريخ مكتوب والناس بتحتفل بيه كل سنة. انا أول مرة أسمع عنه. أنا ممكن أحكي لك عن تاريخه. لا 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 شكرا، مفيش داعي. بس أنا ملاحظة إن مفيش حد غيري يتوزع عليه ورد. لأن مفيش حد غيرك يستاهل الورد ده. نعم؟ أنا بقالي فترة مراقبك. بتراقبني؟ لا مش قصدي حاجة. أنت بتيجي تقعدي هنا مع تيتي، وأنا حاولت أخليها تعرفني عليك. وأنت تعرف تيتي منين؟ أنا اتعرفت على تيتي علشانك. عشاني؟ أيوة، من ساعة ما شفتك وأنا حاسس إن في حاجة جوايا ناحيتك، عاوزة تقربني منك. والأيام اللي ما كنتيش بتيجي فيها كنت بروح عند الفيلا اللي أنت ساكنة فيها وبلف حواليها يمكن أشوفك. ألو. تمام تمام، أنا جاية. خلاص خلاص جاية في الطريق. أنا لازم أمشي دلوقتي، بس عايزة أقول لك حاجة. يمكن طريقتك في الأول عجبتني، بس لازم تفهم إنه مش أنا اللي أنت بتدور عليها. استني بس، أنا اسمي أسلام، محاسب في بنك استثماري، وعندي محل ورد في المهندسين، وأنا بجد معجب بيكي. ميرسي على الورد يا أسلام. يا ريت ما نتقابلش تاني حتى ولو صدفة. لا يا ابني انا مش حاسب. ما لازم ابخرك واحميك في النيل. نيل ايه بس؟ نيل ايه بس يابا اللي انت عايز تحميني فيه ده؟ ما دام سيدنا الشيخ قال لازم تنزل في النيل يبقى لازم تنزل في النيل. بقول لك ايه يا مروان، احنا لازم نشوف حد تاني يطلع العفريته دي. يا جدعان انتوا مصدقين اللي حصل ده كله؟ طبعا مصدقين. انت ما شفتش النار والرعب اللي احنا كنا فيه؟ يعني شويه دخان على شويه بخور يعملوا فيكوا كده؟ يعني انت يا ابني ما بتطلعلكش العفريته دي؟ هي حضرت ولا ايه؟ شكلها حضرت. بقولك يا عم رحان، بقوا حاجتين،
هننزله في النيل وهنعمل له زهر كمان. زهر وفي النيل؟ طب والله فكرة. ايه ده؟ يعني سهر اختفت من الفيلا فعلا؟ هو انا سمعت كده وعرفت ان نيلي كانت بتحاول تثبت بأي طريقة ان شيرين هي اللي عملت في سهر كده وخلتها تختفي. طب وشيرين هتعمل فيها كده ليه عشان تختفي؟ طب ما تمشيها وخلاص، ما سهلة يعني. ما هي اتخانقت معاها عشان تمشيها، بس هي ما رضيتش تمشي عشان هنا الايجار رخيص وكده. طب بصوا بقى يا بنات، انا هقول لكم الحقيقة، انا دكتورة نجاة، دكتورة نفسية اللي بعالج حالة هناء. يعني مدام فريدة عارفة ان انت اللي بتعالجي هناء؟ لا طبعا ما تعرفش، وما ينفعش اي حد هنا يعرف. انا بقول لكم انتوا بس عشان تساعدوني، هناء حالتها بتتطور جدا. ايوه يعني احنا نقدر نساعدك ازاي؟ هو انت ما تعرفش تعمل شاي خالص؟ ليه يا ابني، دول شويه شاي وزنه وزنه وزنه. اه اشرب اشرب اشرب، انسان مش طبيعي. مساء الخير يا أنسة شيرين. مساء الورد يا سعادة. دي مالها دي؟ قالت لي مساء الورد يا سعادة وادتني وردة. دي بتحبني يا دي عمر. وهي الطول يا ابني ده انا واقع. صبرني يا رب. بقى دي اخرتها، هبقى لوحدي بعد السنين دي كلها. عاوز اوصل للذهب يقع في ايد بنت غبيه. انا اللي تعبت وخلصت من كل اللي يقف في طريقي، مش عارف اخلص من حته بنت ما تسويش. أنا فريدة ممتاز، لعنتي تبقى شيرين. أكيد في حل، أنا أقدر أخلص منها وبسهولة، بس كده مش هعرف طريق الدهب. خبيثة، طلعتي عارفة كل حاجة، خبيثة زي أبوكي، لكن ذكائك خانك المرة دي. وهتشوفي، هتشوفي المرة دي فريدة هتعمل فيكي ايه. بصي، هو احنا الاكيد ان احنا مش هنقول حاجة عن اللي سمعناه، بس بصراحة يعني احنا ما بنحبش المشاكل، واحنا كنا جايين عشان نتعلم ونرجع بلدنا وخلاص. ايوه بالظبط، احنا ان شاء الله هندور على سكن جديدة عشان قدر حتى نوفر في فلوس المواصلات. يا بنات انا مقدرة والله كل اللي انتوا بتقولوه ده، وعلى فكرة بقى انا مش عايزة منكم اي حاجة خالص، بالعكس اي واحدة فيكم تبقى محتاجة اي حاجة انا هساعدها واقف جنبها. انا بس عايزاكم تفكروا معايا، اللي حصل لسماح ده حصل لها ازاي؟ وبعدين سحر هي اختفت فعلا ولا شيرين بعت اعضائها زي ما باباها بيقول؟ والاهم من كده، نيلي اللي كانت شاطره في التعليم وكلها حيويه تنتحر ازاي؟ وازاي هناء بعد ما نامت في اوضتها صحيت تاني يوم الصبح عندها حاله عصبيه؟ اكيد شافت حاجه، اكيد شافت جريمه، اكيد حصل حاجه. انا بس عايزاكم تساعدوني. هو اكيد الحل عند شيرين. اشمعنى؟ هي شيرين دي وراها كل المصايب. أنسة شيرين، مدام فريدة مستنياكي، النقاش وصل.